اولا صباح الخير على مشاهدين قناه سكاي نيوز عربيه وتحيه معطره لكم من بغداد عزيزتي طبعا العنف ضد المراه هو سبب النظره القبليه وهشاشه القانون وايضا يعني الثقافه الذكوريه الموجوده بين المجتمع المجتمع العربي بصوره خاصه يعني مو حول العالم فاحنا اذا نريد نعالج يعني تعبير العنف ضد المرأة هو يعني مظهر من مظاهر العلاقة غير يعني قوة غير متكافئة بين الرجل والمرأة أو هو خلينا نقول آلية اجتماعية حاسمة تضطر المرأة للخضوع إلى أمور معينة يعني بالمقارنة مع الرجل. فالمرأة هي الحلقة والأطفال الحلقة الأضعف للأسف يعني بهذا الموضوع. يعني هسه عندنا جائحة كورونا سجلنا نسب عاليه للعنف ضد المراه يعني حالات العنف ضد المراه واحده من كل ثلاث نساء تعرضت للعنف او القتل او العنف طبعا هو اشكال له اشكال عده عنف جسدي، مادي، جنسي، روحي حتى الاهمال يعني يندرج تحت مسمى العنف الاسري. لانه يعني ولد لديها شعور بالاكتئاب وغير من يعني السلوكيات النفسيه الموجوده لدى المراه خصوصا لان هي دائما احنا حتى بالدين الاسلامي طبعا اكو قول الرسول يقول رفقا بالقوارير لان هي لديها مشاعر يعني مرهفه فهي تكون حلقه ضعيفه للاسف في اطار العائله او الاسره تماما يعني تكون هي الحلقه الاضعف وعلى كل حال يعني العنف بال... بكل اشكاله ضد نعم. المراه او الرجل مرفوض اليوم ما الذي برايك يعزز هذا الظاهرة او حتى فينا نسميها جريمه ربما العنف ضد المراه على الرغم من انه يعني الزمن يمر والوقت يمر وهناك ثوره ثقافيه وحضاريه في الكثير من البلدان وحتى الاطر القانونيه موجوده يعني قلت انه العنف بالبلدان العربيه مرتفع جدا ضد المراه لا تقتصر هذه الظاهره على العالم العربي حتى الارتفاع بالمعدلات حصل بالغرب أيضا معدلات العنف ضد المرأة حسب الإحصائيات الأخيرة ست سبب هو الهشاشة في تنفيذ القانون أو هناك ثغرات أيضا بالقانون. حتى عندنا الاطار القانوني لهيئه الامم المتحده مثلا عندنا الاتفاقيه لمنع كل اشكال العنف ضد المراه وايضا الاعلام العالمي لحقوق الانسان وغيرها الاعلام العالمي لعام 1993، طبعا هذه الاتفاقيه كل الاطراف المنطقه يعني الدول موقعه عليها، لكن هناك خلينا نقول انه اختياريه البروتوكول البروتوكول الاختياري الموجود بهذه الاتفاقيه سيداو تسمح لهذه الدول يعني انه ما ترفع خلينا نقول التقارير لتنفيذ هذه الاتفاقيه من قبل بعض الدول. هناك ثلاث دول فقط موقعه على يعني تنفيذ هذه الاتفاقيه هي تونس والمغرب وليبيا. اما باقي الدول فهو الموضوع لديها اختياري. يعني يرفع تقرير للجنه من الخبراء الدوليين على تنفيذ هذه الاتفاقيه طبعا هي ضمن معايير معايير وتنسيق وتنفيذ طبعا المعايير هي تجريم هذه الافعال ومعاقبه الجنود وحمايه المعنفات ودعمهم يعني وكذلك يعني ما تتحدثين عنه المجتمع المدني مطلوب وحقوق الانسان اليوم وتضمنه هذه الاتفاقيه الاطاريه التي تتحدثين عنها ولكن التحدي بالتنفيذ اليوم اهميه اليات التي تبقى ضعيفة أو غائبة في الكثير من البلدان. سيما في حالات العنف اللفظي والمعنوي. إذا أخذناه بعين الاعتبار، ربما تقوم هذه الأرقام اللي عم نتحدث عنها مضاعفة أكثر. ما هو الحل في مثل هذه الحالات برأيك؟ الحال هو يعني تشريع قانون خاص يعني تشريع عنف قانون عنف اسري انا احكي بالنسبه للعراق الحال انه هو تنفيذ القانون بصوره صحيحه يعني للاسف هسه احنا عندنا بالعراق قانون العقوبات الماده 41 منه تخالف النصوص الدستوريه النص الماده 29 رابعا منه التي منعت كل اشكال العنف عن ضد المراه والاطفال داخل نطاق الاسره والمدرسه وغيرها، وايضا الماده 14 من الدستور، لانه اعتبرت اي فعل يعني هو يعني ارتكاب اي فعل هو مقرر وفق القانون عن يعني مثل تاديب الزوج لزوجته، هذا مباح وفق القانون، وفق الماده 41، اذا هنا انطينا شنو؟ فرصه للعنف الاسري، فرصه للرجل او للولي الجبري من ممارسه ممارسة العنف اللفظي والمادي أيضا المادي يعني يتحكم بأرثها يتحكم داخلها المادي عندنا حتى قانون الاتجار بالبشر ست يعني قانون الاتجار بالبشر هذا معضلة القانون رقم 28 لأنه يعاقب الضحية كل الجاني يعني الضحية اللي يعني حقيقة أحكيها ومن خلال شاشتكم اللي تمارس فعل البغاء هي ضحية ضحية مجتمع ضحية اللي سمسر يعني, يعني بها كأداة فعلا كأدات موضوع, جريمة. موضوع متشعب كثيرا بي يعني, بي واسع النطاق الجمعيات نعم. الناشطه نعم. بمجال حقوق المراه التي تدعو للتوقف عن استخدام اليوم عباره العنف ضد المراه لانه يعتبرون انه هذه العباره تركز على الضحيه من دون ان يتضمن ذلك اشاره صريحه الى المنفذ الى المرتكب وبالتالي الضحيه هي يعني تبقى في الضوء بدلا من انه يتم التركيز على محاسبه المنفذ ما رايك بذلك ست عبارة العنف ضد المرأة تندرج يعني يعني رأي القانوني هي عبارة صحيحة لأن العنف منو اللي يرتكبه يرتكبه الجاني اللي هو الحلقة الأقوى بالعلاقة مثلا زوجها أو والدها أو أسرتها فالعنف احنا نقول عنف ضد المرأة يعني نقصد بالتمييز بالعلاقات بين المرأة والرجل يعني هو يندرج تحت كل المسميات العنف المادي المعنوي الجسدي سايكولوجي الاهمال غير اللفظي المجتمعي احنا سبب العنف الاسري الموجود هو السطوه يعني بالوطن العربي السطوه القبليه على المنظومه القانونيه و... وهذا يعني بالطبع لا ينطبق على الكثير على كل البلدان بالعالم العربي الكثير من البلدان قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وحتى في قوانينها والتطبيق على الارض ولكن يعني التحدي كبير العنف السيبراني اليوم والكثير من يعني القضايا اللي مع التطور عم بتاثر على المراه، شكرا جزيلا لوجودك معنا هذا الصباح من بغداد المحاميه والناشطه في مجال حقوق المراه سحر الهاشمي، شكرا لك.